برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صباحك مصري في كل مكان. ما زال اللقاء متواصل مع حضراتكم من رحاب مكة المكرمة، أطهر بقاع الدنيا. يمكن احنا بنحاول من خلال حلقاتنا على مدار الأيام المختلفة، وخاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة، أن احنا نجيب على كتير من التساؤلات اللي بتتبادر في الأذهان، وخاصة أن الفتاوى بتكتر خلال هذه الأيام. كل واحد مسلم الحقيقة بيحاول يسأل سؤال، وحتى إن كان السؤال ده متكرر، ولكن بيكون هناك هدف، بيكون هناك معنى، بيكون هناك إرادة أن أنت تؤدي سواء المناسك أو حتى أن أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالشكل الأمثل. فالنهاردة الحقيقة بيسعدني يكون معايا فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، عشان نتحدث في الشأن الديني وإحنا بالقرب من المسجد الحرام، ونجيب كمان على عدد من الفتاوى اللي حضراتكم يمكن بتبعتوها لنا من وقت للتاني. إن شاء الله يا رب كده نتوفق في الإجابة على مثل هذه التساؤلات. وبرحب طبعا بمولانا في البداية. أهلا بك يا فندم. يا أهلا بحضرتك يا أستاذ هشام، وكل عام وحضرتك بخير، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وربنا يرجع كل حجاجنا سالمين غانمين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب، ويكتب لنا فيها الثواب كاملا إحنا أمين. وكل اللي بيشوفونا بإذن الله. اللهم أمين يا رب. قبل ما أدخل بقى في شوية الأسئلة والفتاوى اللي الناس بتسألها الحقيقة من وقت للتاني، حابب إن أنا أكلم حضرتك فكرة الاطمئنان. كلنا بيبحث عن الاطمئنان، إزاي ممكن نصل للنفس المطمئنة اللي إحنا نقول من خلالها خلاص مش محتاجين أي حاجة من الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ننظر للاطمئنان والنفس المطمئنة في القرآن نجد أن الله جل وعلا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما العلماء قسموا الأنفس في القرآن قالوا سبعة: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية. بقى اتنين بعد الأمارة وبعد اللوامة، تأتي النفس الملهمة. نعم. اللي بيتوب ويرجع لربنا يقول ايه؟ نفس ربنا سبحانه وتعالى يطمني، هل قبل توبتي ام لا؟ وده اللي يقول عنه سيدنا النبي في الحديث: انه كان في من كان قبلكم اناس محدثون. المحدث اللي هو الملهم، يلهم بالشيء قبل ان يحدث. والنفس السبع اللي هي النفس الكامله، وهي نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في القران: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. واحد. اثنين: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثلاثة: يا أيتها النفس المطمئنة. أربعة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خمسة: مرضية. يبقى خمسة ذكروا في القرآن الكريم. عايز أطمئن وعايز نفسي تطمئن وأبقى مرتاح البال، مطمئن القلب، منشرح الصدر، خالي الذهن من كل حاجة إلا من ذكر الله، علي بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو سألنا الحجاج دلوقتي اللي بيحجوا واللي بيطوفوا واللي بيسعوا واللي لابس الإحرام واللي بيلبي، أقول لك أنا من ساعة ما لبست الإحرام ولبيت بالحج أو بالعمرة أنا في دنيا تانية، نسيت الأولاد ونسيت البلد ونسيت التجارة ونسيت كل حاجة، لأني وأنا بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا بيغار بيغار إن أنا أشرك حد معه، حتى في حبه، حتى في عبادته، إن أنا أشرك حد معه، إن أنا أفكر في أي حد. ده اللي بيروح حضرتك لواحد مسؤول أو لملك من الملوك أو أمير من الأمراء، بقول أنا في جاه فلان، ما بالك ونحن هنا في ضيافة الله؟ إحنا في ضيافة الملك، إحنا في ضيافة الله سبحانه وتعالى. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ الله. من اللي هيعفو عنا إلا الله؟ من اللي هيغفر لنا إلا الله؟ من اللي هيرحمنا إلا الله؟ من اللي هيتوب علينا إلا الله؟ إحنا جايين بذنوب كتير، لكن قبل ما بندخل البيت الحرام بنلقي الذنوب على باب البيت الحرام. ألقيت ببابك أحمالي، بقول كده لربنا، ألقيت ببابك أحمالي، ذنوب كتير، سيئات كتير، اللي أنا عملته فيما مضى كثير، لكن لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يبدل السيئات إلى حسنات إلا الله. لذلك سيدنا